لا تنسى البطاطا معلمنا. بطاطا يورو ربع، يورو ربع البطاطا. هلا حاكي اربع رمانات بثلاثة يورو، برتقال يورو ونص، تفرجل 2.5، الاثنين بيورو ونص، تفاح يورو ربع، انجاص يورو، كاكي يورو، هاي التفاح، الليمون يورو 75، الزيتون يورو 75، باذنجان 2.75 المحشي. انا رايي لي انا الكرمتين ابراهيم 2.5، يلا كرمال ابراهيم 2.5، الموز يورو كلها هاي البندوره ذهب بيورو ونص، الخيار ما بعرف كله اخضر، خذ لك خيار النعناع هذا بسم الله، يلا البندوره يورو ونص ها ذهب واسيا ها على التجريب، هاي البندوره كلها ب 75 كيلو للنقرشه وللطبخ وللسلطه كمان كويسه 75 سنت، الكوسه يورو 75، هاي البطاطا مالحه يورو وربع، البرتقال يورو ونص، هون هاي الغذائي، هاي البقدونس، بقدونس 2 بيورو ونص الوحده بيورو، وهاي الغذائيات وصلت، كسيح المسبحه بثلاث انواع بالكاتشب بالحر وبالزعتر، هاي الموالح بالجبنه بالحمص بالكدا كله، هاي كامله ان شاء الله. حلاوه بالفستق، حلاوه بالفستق، في حلاوه بالفستق 5 كيلو بالفرط، يعني بالكيلو فيكم تاخذوا، هاي الورق عنب، هاي مهروسه حلاوه طحينه، يلا توكلنا على الله معلم، هاي التمر وهاي محمود الرز وهاي شعلان، هلا نبعثكم الاسعار. حياكم الله، حياكم الله اولاد عادل، وهذا غاز اللي بده غاز المقطوع من الغاز موجود، والكرمتينه اليوم عليها عرض 2.5 بس اليوم ها، راح ترجع 3.5 ان شاء الله.